خلينا نتعرف على تفاصيل اكتر عن سباق الهيجن ايضا السباق العالمي من الاستاذ عيد حمدان المزيني رئيس الاتحاد المصري للهيجن. صباح الخير على حضرتك يا فندم، وبعد التحيه لو تطلعنا على ابرز الجولات اللي شهدتها او اللي شهدها سباق الهيجن بتور سينا. اولا بصبح على القناه الاولى وبصبح على حضراتكم والشعب المصري عبر هذه النافذه الطيبه الاعلاميه. صباح الخير يا فندم عليك. الحمد لله انتهت سباق في جنوب سيناء بنجاح الحمد لله بمشاركه اكثر من 200 مشارك. شارك فيها عدد من محافظات مصر كما هو معتاد في جنوب سيناء ان كل محافظات مصر تشارك في جنوب سيناء. اولا جنوب سيناء تتمتع الان بميادين طيبه اللي هو خالد فوده محافظ جنوب سيناء عمل ميادين تدريبيه وميدان رئيسي في شرم الشيخ يعتبر الاول في افريقيا. كل هذه استعدادا للمهرجان الكبير البطوله المصريه العربيه الاماراتيه البطوله المصريه الاماراتيه في شرم الشيخ بحضور ان شاء الله مستوى رفيع من قيادات دولة مصر والإمارات إن شاء الرحمن. متوقع يحضر فيها 1500 مشارك من كل محافظات مصر من 17 محافظة. مستوى طيب ظهرت به الهجن في طور سيناء، عدد كبير من القبائل كان متوافدين إلى مدينة طور سيناء، والآن يعني كثير منهم هيقيموا في شرم الشيخ استعدادا للبطولة بعد شهرين إن شاء الله. ان شاء الله. طيب عاوزين نعرف من حضرتك يعني هل هيكون في مواعيد محدده للسباق تحديدا ولا ايام ثابته ولا هيكون حسب حاله الجمال المتسابقين يعني؟ والله استاذنا ان شاء الله البطوله لم تحدد هل في شهر فبراير هل في شهر مارس. نعم. ولكن في بطوله تنشيطيه ايضا تحت رعايه تدريبيه تحت رعايه الامارات ايضا استعدادا لهذه البطولة الكبيرة إن شاء الرحمن. إن شاء الله. طب أستاذ عيد، يعني زي ما قلنا في البداية إنه هذه المسابقة هي تمهيد للسباق العالمي، إيه يعني لأي مدى هذا السباق بيمهد للسباق العالمي؟ والله دائما الاستعداد المعنوي من القبائل لهذه البطولة بيكون استعداد طيب، الجمال برضه بتكون مهيئة لما تيجي شرم الشيخ وتستقر فيه بتكون مهيئة تدريبات صباحية وتدريبات مسائية توفير كل سبل الراحة للهجن والهجان الموجودين. وإن شاء الله يعتبر لأول مرة في تاريخ مصر يكون هذا العدد 1500 جمل و17 محافظة في شرم الشيخ. طبعا نشكر حضرتك جزيل الشكر أستاذ عيد حمدان المزيني رئيس الاتحاد المصري للهجن.